أول خبر معانا النهاردة عن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي قرر امبارح أنه يدي اللعيبة راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد رجوعهم للقاهرة وانتهاءهم من بطولة كاس العالم للأندية علشان يستعدوا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي المفروض يسافروا للسودان يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله علشان يبدأوها يوم السبت 18 فبراير قدام فريق الهلال السوداني. طبعا صح طبعا بنتمنى لهم يا أميرة كل التوفيق، محتاجين البطولة دي جدا وإن شاء الله هتكون بتاعتنا السنة دي. نروح بقى لتاني